السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنستكمل إن شاء الله الوحدة الأخيرة في موضوع الكيمياء للصف العاشر. موضوعنا اليوم الطاقة في التفاعلات الكيميائية. المقصود فيها هل هذا التفاعل طارد للحرارة أو هل هذا التفاعل ماص للحرارة؟ رايحين نتعرف على مفهوم التفاعل الماص، على مفهوم التفاعل الطارد وتمثيل المحتوى الحراري. بداية سنستذكر قانون حفظ الطاقة. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، ولكن يمكن تحويلها من شكل إلى آخر، من شكل إلى آخر. من هنا بدي أقسم التفاعلات حسب امتصاصها أو طردها للحرارة إلى تفاعلين رايحين نقسمهم. في عندي تفاعل اسمه تفاعل ماص، وفي عندي التفاعل الثاني تفاعل طارد. رايحين نتعرف عليهم، نتعرف على مفهوم كل واحد فيهم، ناخذ امثله عليهم، نمثلهم بيانيا، نشوف المحتوى الحراري وين بيكون موجب، المحتوى الحراري وين بيكون سالب. التفاعل الماص للحراره هو عباره عن التفاعل، هو عباره عن التفاعل الذي يحتاج الى طاقة عند حدوث. بدنا ايش؟ طاقة حتى يحدث هذا التفاعل. بدي انا كمية من الطاقة حتى يحدث عندي ايش؟ هذا التفاعل. بسميه التفاعل الماص، التفاعل الذي يحتاج الى طاقة عند حدوث. التفاعل الطارد هو التفاعل، هو التفاعل الذي ينتج طاقة، الذي ينتج إيش؟ طاقة عند حدوثه. لما بحدث طلب ينتج لي طاقة، ولما بحدث طلب يمتص لي إيش؟ طاقة. يعني بأخذ هذا إيش؟ بعطي، هذا بعطيني طاقة، ينتج طاقة، طلع لي ها يحتاج. طيب تفاعلات يا أستاذ الماصة، التفاعلات الطاردة بصير عندي في كثير من التفاعلات البسيطة أو التفاعلات اللي يمكن أجريها في المختبر. بدي أخذ أمثلة على كل منها، أمثل المحتوى الحراري لكل منها. خليني أخذ مثال على تفاعل ماص للحرارة، أخذ مثال على تفاعل طارد للحرارة، أو أبلش إيش أوضح في المحتوى الحراري. نبلش بداية في التفاعلات الطاردة. في التفاعلات الطاردة، تفاعل الطارد ندخل عليه مثال. في عندي عرفته هو التفاعل، هو التفاعل الذي ينتج طاقة عند حدوثه. لما بحدث بنتج لي طاقة، يعني بعطيني ايش؟ طاقة. في من الأمثلة على هذه التفاعلات يا أستاذ مثال عليها، تفاعل مثل تفاعل حمض مع قاعدة. تفاعل الحمض مع القاعدة ها إلو عدة أسماء أو حالة خاصة، اسم سميناها تفاعل تعادل. تعادل أو سميناه اسم اللي هو حالة خاصة من تفاعل الإحلال المزدوج. الإحلال المزدوج. طيب خليني أخذ مثال وأشوف شو بده ينتج عندي. لما باخذ ال NA او باخذ قبلها OH حمض زائد قاعدة بعطيني ملح وماء وزائد طاقة. طلع الطاقة وين كتبتها؟ في عندي هذا باخذ اعوض بمواد ال HCl زائد الـ NaOH، طلع
بعطيني N A C L زائد H 2 O زائد طاقة زائد إيش طاقة. هذا تفاعل إيش تفاعل طارد نتجت عندي إيش الطاقة. نروح لحاجة اسمها تمثيل المحتوى الحراري. في عندي المواد المتفاعلة في داخلها روابط، هذا الروابط بتحتوي على طاقة، هذه الطاقة بسميها المحتوى الحراري للمواد. بدي أمثل المحتوى الحراري، المحتوى الحراري لو أجيت هان على سبيل المثال أخذت هان المحتوى الحراري بالكيلو جول واخذ ارقام عشوائيه على سبيل المثال 100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600 جول كيلو ايش جول، واخذ هذا المواد المتفاعلة، المواد المتفاعلة، المواد المتفاعلة. طيب هذه المواد المتفاعلة هان المتفاعلة بدها تعطيني مواد ناتجة. شوف كيف بدها تيجي تنتج مواد. افرض هان مواد ايش ناتج، مواد ناتج، مواد ناتج. طلع في عندي حاجة هذا محتوى حراري لكل من المواد الناتجة والمواد المتفاعلة. طلع في عندي محتوى حراري للمواد الناتجة على سبيل المثال إنها قديش 100، المواد المتفاعلة إنها قديش 600. قانون دلتا اتش اللي هي التعبير عن المحتوى الحراري بقول لي دلتا اتش ها دلتا اتش تساوي المحتوى الحراري للنواتج للمواد الناتجة ناقص المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة. شو اللي نتج عندي؟ ناقص شو المحتوى الحراري للمواد ايش المتفاعلة، المحتوى الحراري للمواد الناتجة ناقص المحتوى الحراري للمواد ايش المتفاعلة. تغير في المحتوى الحراري هذا اسمه التغير، تغير في المحتوى الحراري، تغير في المحتوى الحراري. هات نشوف التغير في المحتوى الحراري في هذا التفاعل او في هذه المواد. باجي بقول النواتج التغير في المحتوى الحراري بيساوي النجت محتواها الحراري 100 اللي كانت متفاعلة المحتوى الحراري لها ايش 600 كيلو جول، 600 كيلو جول دلتا اتش، دلتا اتش اذا تساوي 100 ناقص 600 وتساوي سالب 500. قديش طلعت عندي دلتا اتش اصلا؟ طلعت عندي سالب 500. هذه المواد المتفاعلة، هذه المواد ايش الناتج. التفاعل الطارد بتكون دلتا اتش دائما سالب، دلتا اتش دائما ايش سالب، بكون المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة اعلى من المحتوى الحراري للمواد الناتجة او المواد الناتجة اقل من المواد المتفاعلة. فبكون عندي تفاعل طارد هو التفاعل الذي
ينتج طاقة عند حدوث. بتكون المحتوى الحراري شو بكون دائما سالب. بدي اخذ الكيتي، اخذنا مثال على الحمض مثل ايش؟ مثل حمض زائد ايش؟ قاعده. من الامثله على الحمض زائد قاعده بدي اروح اتعرف على التفاعل الثاني اللي هو التفاعل ماسك. تفاعل ماسك طلع استاذ، دائما التفاعل الطارد كانه بيتم من اعلى لاسفل. لو بدي اشبه بخزان مي، ممكن انا في عندي كميه مي موجوده في خزان على سطح البنايه او سطح المدرسه، بدي انزلها ما بحتاج لطاقه. هذه المواد بتعطيني طاقه وهي ايش؟ نازله. لو كانت كيف بدي اروح اشوفها بالعكس؟ بدي اشوف التفاعل بالعكس. طيب التفاعل الثاني، التفاعل الثاني اللي هو تفاعل الماس، تفاعل الماس، تفاعل الماس. طلع هان هو التفاعل الذي يحتاج إلى طاقة. بدو إيش؟ بدو أخذ لي طاقة عشان إيش يحدث؟ عشان يحدث تفاعل الماس بدو طاقة عشان يحدث، يحتاج إلى طاقة عند حدوثه. بيجي واحد يقول لي من وين باخذ الطاقة يا أستاذ؟ الطارد هان بترد لي الطاقة على الوسط أو على النظام اللي هو موجود فيه. التفاعل الماس ها بيجي بأخذ الطاقة، ممكن أنا بزود إياها أو الماس بأخذ إياها من وين؟ بسحبها من الوسط، بسحب لي إياها من الوسط. هذا بعطيني إياها إيش؟ لا الوسط. هذا بعطيني اياها لا الوسط. هو التفاعل الذي يحتاج الى طاقه عند حدوثه. طيب مثال مثل اذا باجي بدي اكسر او احلل كربونات الكالسيوم، وكثير من التفاعلات اللي بتنسمي طاقه، عمليه استبدال او عمليه البناء الضوئي او باجي بقول كربونات الكالسيوم CaCO3 بعطيها طاقة هان تسخين حرارة تعطيني CaO زائد CO2 زائد CO2. هذا التفاعل مثال على التفاعلات الماصلة الحرارة. بدي اروح امثل المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة والمواد الناتجة. عملية عكسية وبدي اشوف دلتا اتش. باجي هان باخذ المحتوى الحراري للمواد المتفاعل او الناتجي. طلع هنا باخذ قيم ملي 200 300 400 500 600 بدي اياها كيلو جول. هنا كيلو جول 200 300 400 500 600. ها خليني اخذ المواد المتفاعله. ممكن اجي احط المتفاعلات هان، المتفاعلات قديش المحتوى الحراري لها بعتبره 100 مثلا. ها هيها 100 شوف. وباجي على النواتج على سبيل المثال هان، هاي النواتج هان قديش المحتوى الحراري للمواد الناتجه؟ النواتج طلعوا وين؟ 500. النواتج على 500 والمتفاعلات على وين؟ والمتفاعلات على اللي بروح على دلتا اتش. دلتا اتش قديش النواتج المحتوى الحراري للنواتج ناقص المحتوى الحراري للمتفاعلات. بقول دلتا اتش او التغير في المحتوى الحراري، تغير
في المحتوى الحلالي بيساوي المحتوى الحلالي للنواتج ناقص المحتوى الحراري للمتفاعلات، للمواد المتفاعلة. خليني أجي وحدها، المحتوى الحراري للنواتج ناقص المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة ويساوي، بسميها دلتا H، تساوي النواتج 500 المتفاعلات ناقص 100 ويساوي 400. طلع دلتا اتش، دلتا اتش تساوي 400 بالموجب طلعت عندي. فدائما دائما تفاعلات الماصة بتكون دلتا اتش دلتا اتش دائما موجب. تفاعلات الطارئ كانت معي دلتا اتش شو مالها؟ دلتا اتش سالب، دلتا اتش سالبي. من هنا بقدر ايش؟ بقدر اعرف انه هذا التفاعل هو عباره عن تفاعل طارد او ماص. اذا اعطاني المحتوى الحراري للمواد الناتجه، اعطاني المحتوى الحراري للمواد ايش؟ المتفاعل. رايح اطلع في عندي جدول بيقول لي بين في الكتاب تحولات الطاقه، بين تحولات الطاقه، تبع معي فيه. بيقول لي في الكتاب صفحه 107 التفاعل الحاصل في الخلية الجلفانية نوع التفاعل وفق التغيرات أو تغيرات الطاقة المصاحبة وشكل الطاقة. خليني أكتب الجدول صفحة 107 بقول لي التغير الحاصل، ها؟ تفاعل الحاصل، تفاعل التفاعل الحاصل فيه هو التفاعل اللي صار عندي ها، في عندي هنا اثنين طلع نوع تفاعل حسب او وفق تغيرات طاقة المصاحبة شكل الطاقة، شكل الطاقة تفاعل الحاصل في واحد الخلية الجلفانية احتراق الميثان، واحد اثنين ثلاث أربعة الجلفانية خلية الجلفانية اثنين احتراق الميثان، الميثان البناء الضوئي تحليل الكهربائي، تحليل الكهربائي أو خلية التحليل الكهربائي. طيب بقول لي نوع التفاعل الحاصل، نوع التفاعل الحاصل في الخلية الجلفانية طارد في احتراق الميثان، دائما الاحتراق قلنا طارد. في عندي البناء الضوئي ماص أشعة شمس إلى آخره،
في عندي التحليل ايش ماس، في عندي هاد شكل الطاقه كهربائيه طلعها كهربائيه، بعدين احتراق المثال حراري شمسي ضوئي، شمسي ضوئي كهربائي. هذا يبقى يا أستاذ قد أكملنا ما يتعلق بالتفاعل الطارد والماس من حيث دلتا اتش، من حيث التمثيل البياني، من حيث المفهوم لكل منهما. وسنكمل إن شاء الله الحصة القادمة موضوع المعادلة الكيميائية الحرارية والطاقة